وانت بتتابع الأخبار أو بتقرأ مقال على منصات التواصل الاجتماعي، أكيد سمعت عن السيد علي السيستاني، وأكيد سمعت عنه حكايات كتير، ويمكن أكتر في اللقاء الأخير مع بابا الفاتيكان واللي لفت الأنظار لأهميته العالمية. لكن إحنا هنا هنفتح صندوق مش كتير يعرفه، وهنتكلم عن أحد أهم العلماء في العالم الإسلامي بالنسبة للشيعة، شخصية بيقلدها ملايين في المجتمع الشيعي الاثنى عشري، ورجل ليه مكانة مش بس على المستوى المحلي لكن كمان على الساحة الدولية. شخصية حضرت حروب عالمية وثورات وإرهاب، وشاف حكومات بتتغير. طيب مين الشخص ده بالظبط؟ وهل هو فعلا من أحفاد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإيه اللي شكل رؤيته للعالم بالطريقة دي؟ صديقي المشاهد، لو عايز تعرف مين هو علي السيستاني وأهميته بالنسبة للشيعة، وتكتشف بنفسك الجوانب المختلفة لشخصيته، وتعرف إزاي مر بتجارب جعلت منه رمز عالمي، يبقى لازم تتابع معنا حلقة النهاردة للنهاية. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، ولد السيد علي بن محمد باقر بن علي الحسيني السيستاني عام 1349 هجرية 1930 ميلادية في مدينة مشهد، وسط أسرة علمية مرموقة ولقبه السيستاني نسبة إلى محافظة سيستان في إيران. والده هو العالم محمد باقر، ووالدته كريمة العلامة رضا المهرباني السرابي، وجده الأدنى هو العالم السيد علي، ترجم له أحد أبرز علماء الشيعة العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني في كتاب طبقات أعلام الشيعة. وكان من تلامذة جده المعروفين الشيخ محمد رضا الياسين. نشأ السيد السيستاني في مدينة مشهد، حيث تلقى تعليمه الأولي وتدرج في دراسة الفقه والأصول والمعارف الإلهية على إيد كبار العلماء، من بينهم الميرزا محمد مهدي الأصفهاني والميرزا مهدي الأشتياني. قرأ جملة من السطوح العالية كالمكاسب والرسائل والكفاية عند الميرزا هاشم القزويني. ولفظ سيد وميرزا يا صديقي ليهم مدلولات عند الشيعة، فهي ألقاب بتدل على ارتباط النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق بالنسب العلوي. فالسيد بيطلق على الشخص اللي نسبه بيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب، وميرزا لقب اللي بيرجع نسبه للنبي من جهة الأم. وفي أواخر سنة 1368 هجرية 1949 ميلادية انتقل السيستاني إلى الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية. هناك حضر دروس السيد حسين الطباطبائي البروجردي في الفقه والأصول، وتلقى من خبرته الفقهية ونظرياته في علم الرجال والحديث. كمان حضر دروس السيد محمد الحجة الكهكمري في أوائل سنة 1371 هجرية 1951 ميلادية. غادر السيستاني مدينة قم متجها إلى النجف في العراق، واستقر في مدرسة البخارائي العلمية، وهناك حضر البحوث الفقهية والأصولية للسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي والشيخ حسين الحلي، وفضل ملازم لهم فترة طويلة. كمان حضر دروس بعض الأعلام منهم السيد محسن الحكيم والسيد محمود الشهرودي. برز السيد السيستاني في بحوث أساتذته، ومنحوا أستاذاه السيد الخوئي والشيخ الحلي شهادة الاجتهاد المطلق في سنة 1380 هجرية، وكان وقتها في 31 من عمره. وممكن يا صديق تكون فاكر إن الشهادة دي ممكن تمنح لأي حد، لكن في الحقيقة السيد الخوئي لم يمنح شهادة الاجتهاد إلا لنادر من تلامذته، ومنهم آية الله الشيخ علي الفلسفي. وكمان كتب له الشيخ أغا بزرك الطهراني شهادة يثني فيها على مهارته في علمي الرجال والحديث، وهي مؤرخة في عام 1380 هجرية. وفي السنوات الأخيرة من حياة السيد الخوئي بدأ يكون فيه هاجس كبير من في مدينة النجف وخارجها، هو البحث عن الشخص المناسب لخلافة السيد الخوئي في مرجعيته للطائفة الإمامية. الهدف كان الحفاظ على كيان الحوزة العلمية واستقلالية المرجعية الدينية، وطبعا لازم تتوافر المؤهلات العلمية والورع والتقوى والحكمة والتدبير في شخص المرجع القادم. وبدأ كتير من العلماء والطلاب في الوقت ده بأنهم يوجهوا أنظارهم إلى السيد السيستاني، بسبب أن السيد الخوئي اختاروا للصلاة في محرابه في جامع الخضراء، وبدأ صيته ينتشر بين العامة بعد ما كان معروف في الأوساط العلمية والحوزية كأستاذ قدير في البحث لمدة ربع قرن. ولما مات السيد الخوئي في 8/0/1413 هجرية، أرجع إليه في التقليد جمع من العلماء الأعلام في مقدمتهم السيد علي البهتشي والشيخ مرتضى البروجردي. بدأ كتير من المؤمنين في العراق وإيران وبلاد الخليج وباكستان والهند بتقليده. ومصطلح التقليد عند الشيعة يا صديقي هو العمل طبقا لفتوى الفقيه الجامع للشرائط،
فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محملا إياه مسؤولية عملك أمام الله. ويشترط في الفقيه المقلد أن يكون أعلم أهل زمانه وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة. وبعد وفاة السيد عبد الأعلى السبزواري في 27 صفر 1414 هجرية، معظم الناس اللي كانوا بيقلدوه رجعوا للسيد السيستاني، وتقليده بقى أكبر تحديداً بعد وفاة السيد محمد رضا الكلبيكاني في 1414 هجرية، وانتشر تقليده في كل الأقطار الإسلامية الشيعية، ورجع له معظم الشيعة في العراق والأحساء والقطيف وإيران ولبنان ودول الخليج وباكستان والهند والمغتربين في أوروبا والأمريكتين وأستراليا. وتوسع التقليد أكتر وأكتر بعد وفاة الشيخ محمد علي الأراكي والشيخ محمد الروحاني، وده جعل السيد السيستاني واحد من أبرز المراجع الدينية للطائفة الإمامية في العالم الإسلامي الشيعي. شوف يا صديقي، في الفترة من 1968 إلى 2003 كان مسيطر على العراق حزب البعث اللي كان مضطهد للشيعة خاصة في النجف. السيستاني وقتها ما كانش مشارك في الحياة السياسية بشكل فعال أو كبير، ولكن بعد الحرب مع إيران فرض الرئيس العراقي صدام حسين الإقامة الجبرية عليه. بدأت الحياة السياسية للسيستاني وتحديداً في يونيو 2003، وقتها السيستاني كان بعمر 73، وكان واضح أنه بيفتقد الخبرة السياسية برغم شعبيته الكبيرة وسط أهل العراق الشيعة بعد احتلال العراق من أمريكا وإعدام صدام حسين. خرج السيستاني ينادي أن الدستور يكتب بإيد الشعب العراقي بدون تدخل أي شخص، لكنه لم يدعو أتباعه إلى مقاومة الاحتلال. برغم كل ده كان بعض من الشعب منتظر إفتاء من السيستاني بمحاربة الاحتلال، لكنه رفض، وسبب الرفض أنه كان شايف أن كتير من الشعب هيموت بلا ذنب، فعشان كده اتبع الطريقة السلمية للمطالبة بحقوق بلده وشعبه. وقتها بول بريمر اللي كان وقتها يعتبر رئيس العراق الممثل من سلطة الاحتلال حاول الاجتماع بالسيستاني أكتر من مرة، لكن السيستاني في كل مرة كان بيرفض الاجتماع بيه. وفي وسائل الإعلام خرج بول بريمر وقال إنه بيشكر السيستاني جداً على موقفه السلمية، وإنه عاوز يكون حكومة عراقية بأسرع شكل، وإنه كان كتير بيراسل السيستاني لدرجة إن الرسائل وصلت ل 48 رسالة ما بينهم للوصول إلى حل سلمي وتسليم الحكومة الأمريكية المحتلة السلطة للعراق. وقتها بول بريمر قال في تصريح على قناة MBC إن السيستاني كان بيمتلك نفس رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش عن العراق في إنه يكون عنده حكومة بتسمح للعراقيين بإنهم يختاروا ممثلهم بأي شكل يعجبهم سواء كان جمهوري أو ملكي. ووقتها السيستاني أصدر فتوى بضرورة دخول الانتخابات برغم مقاطعة عدد كبير من العراقيين، وده سهل المهمة بشكل أكبر على القوات المحتلة الأمريكية. ولكن رغم إنهم كانوا متفقين في كل حاجة إلا إن كان في نقطة خلاف رفض الطرفين التنازل عنها، ألا وهي الدستور. نقطة النزاع الطويلة دي انتهت في الآخر بإنه تم تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبسبب قلة خبرة السيستاني في الأمور السياسية حث أتباعه على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور، وإنهم يصوتوا بنعم على الدستور في 2005 تحديداً بعد ما خرج وكيله عبد المهدي الكربلاء. وهنا كانت الكارثة. بعد ما أمريكا أسقطت نظام صدام حسين في 2003، ناس كتير ما كانتش حاسبة حساب إيران ولا الدور اللي ممكن تلعبه في العراق. الناس كانت مركزة أكتر على أمريكا كقوة احتلال مباشرة، وده خلى إيران تستغل الوضع وتدخل بثقلها جوه العراق لدرجة إنها بقت الطرف الأهم على الساحة العراقية، ويمكن أكتر كمان من الدور الأمريكي في بعض الأحيان. العلاقات بين العراق وإيران طول عمرها مزيج بين القرب والصراعات، بس الصراع كان هو المسيطر قبل ما صدام حسين يقع. لو رجعنا ل 1979 هنلاقي ان وقتها الصدفة جابت ناس جديدة للحكم في البلدين. بعد الثورة الإسلامية في إيران بشهور قليلة صدام حسين مسك الحكم في العراق، ما فاتش كتير وبدأت المشاكل الحدودية بين البلدين، وخصوصا موضوع شط العرب اللي تحول بسرعة لمناوشات بين الطرفين. العراق وقتها ألغى اتفاقية الجزائر اللي كانت بتنظم الحدود في شط العرب، وكمان إيران كانت بتتهم نظام صدام باضطهاد وقتل رجال دين شيعة. ده كله خلى الوضع ينفجر، والعراق شن هجوم واسع على إيران واستمر حوالي 8 سنين. أما بالنسبة للحرب الأمريكية على العراق، كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ العلاقات بين العراق وإيران في الألفية الجديدة. إيران كانت في موقف صعب، كانت عايزة تتخلص من حكم البعثيين في العراق، بس في نفس الوقت ما كانتش عايزة الأمريكان يحصروها من الغرب بعد ما كانوا حصروها من الشرق في أفغانستان.
عشان كده موقف إيران كان أقرب للحياد بعد ما شافت إن الحرب جاية. الغريب في الموضوع إن أمريكا بقصد أو من غير قصد ساعدت إيران تقوي نفوذها في الشرق الأوسط بعد ما خلصت على أعدائها في الشرق طالبان وفي الغرب صدام حسين. نقدر نقول يا صديقي إن الغزو الأمريكي للعراق مش بس أسقط نظام صدام حسين، ده كمان أسقط الدولة العراقية نفسها وكل مؤسسات الحكم اللي فيها، خصوصا الجيش العراقي. وبعد ما حصل الانهيار ده، سلطات الاحتلال الأمريكية مسكت البلد مكان المؤسسات دي. في الوقت ده إيران لقت الفرصة تتدخل وتحاول تأثر في عملية إعادة بناء الدولة، وده عشان تضمن على الأقل إن الحكم الجديد مش هيبقى ضدها لو مش هتقدر تجيب حد موالي ليها. عشان تحقق ده إيران تدخلت بشكل كبير في العراق واستخدمت أخطر وأهم أدواتها، وهي التأثير على الطائفة الشيعية العراقية والميليشيات المسلحة اللي تابعة ليها. بعد الغزو الأمريكي إيران ركزت على حاجتين أساسيتين، الأولى إنها تستغل الأخطاء اللي وقعت فيها الإدارة الأمريكية في عملية نقل السلطة للعراقيين في الفترة الانتقالية، والتانية هي إنها تتدخل في العملية الانتخابية العراقية. وأوضح دليل على مدى توغل إيران في العراق هو إن أمريكا نفسها اضطرت تتفاوض معها بخصوص مستقبل العراق، وده رغم الصدام الكبير بين واشنطن وطهران وقتها بسبب برنامج إيران النووي، وكأن ده اعتراف ضمني من أمريكا إنها مش قادرة تهمش إيران في الشأن العراقي. بالنسبة لنقل السلطة، الطريقة اللي استخدمها الأمريكان كانت سبب في ترسيخ الطائفية والعرقية بين مكونات الشعب العراقي. بول بريمر الحاكم المدني للعراق وقتها أنشأ مجلس الحكم الانتقالي في يوليو 2003 من المعارضين البارزين لنظام صدام حسين، بس المجلس كان طائفي بشكل واضح لأن أغلب أعضائه كانوا شيعة، 13 من أصل 25، وده طبعا على حساب السنة اللي كانوا مسيطرين على الحكم قبل كده، وده خلى السنة يحسوا بالظلم. إيران مضيعتش وقت ودعمت الحكومات الشيعية واعترفت بها بسرعة وعززت علاقاتها معهم، وده خلى إيران تثبت نفسها في كل الحكومات اللي جت بعد كده لأنها كانت شغالة على ترسيخ الطائفية في تقاسم السلطة اللي أمريكا بدأت بيها. إيران كمان كانت بتسعى تجمع التيارات الشيعية المختلفة تحت جناحها، وده عشان تحقق هدفين، الأول إنها تحافظ على الأغلبية الشيعية اللي هتجيب حكومات حليفة ليها، والتاني إنها تكسب ولاء مختلف التيارات الشيعية على أساس إنها الوسيط الوحيد في أي خلاف شيعي ممكن يحصل. وبكده إيران قدرت تلعب دور في إعادة تأهيل الجيش العراقي والتنسيق معه وتوقيع اتفاقيات أمنية كتير. طيب إيه علاقة كل اللي بنقوله بالسيستاني؟ هقول لك يا صديقي، السيستاني رفض بشكل قاطع التدخل الإيراني لأنه كان عارف بأنهم هيتدخلوا بعد كده في الدستور وهيتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة تخص الشؤون والحكومة العراقية، وقال إن احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على أن الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية كما جرى الحديث عنه أكثر من مرة، إلا أن ما يلزم من الإصلاح ويتعين إجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم. نرجع بقى لكارثة الدستور. الدستور كان مكتوب بأفكار أمريكية وكانت وضع حدود قاسية جداً على أهل العراق من حيث الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، وبرغم من أنه مسموح بتغيير الدستور إلا أنه كان بيطلب أنه لازم 3 من المحافظات تطالب بده، وده طبعاً أمر إلى حد ما صعب، والسبب أن الحكومة الأمريكية كانت عارفة بكم الانقسامات الدينية والفكرية لكل محافظة في العراق، وبالتالي هيكون من الصعب جداً تغيير أي مادة في الدستور. المهم يا صديقي، بعد الدستور بدأت الناس تحارب بعضها ويحصل فتنة دينية شديدة ما بين السنة والشيعة المتطرفين، وقتها السيستاني حاول يسيطر على الأمر لكن فشل بسبب معارضته لسياسة إيران، لأنه وجد أن الحكومة الإيرانية بتدعم بشكل قوي الحرب الأهلية اللي بتحصل لمجرد الانقلاب عليه والتقليل من قيمته، بل كمان برغم أن إيران معروفة أنها بتدعم الشيعة لكن برضو دعمت التيار السني المتطرف عشان يشعل الأمور بشكل أكبر. هل إيران تكتفي بكده بس؟ لا طبعاً، دخلت كمان عناصر تنظيم القاعدة اللي جايين من أفغانستان بعد حربها مع أمريكا، وكمان كان النظام السوري بيساند إيران وكان بيساعد في تجنيد بعض الشباب العراقي عشان الحرب تستمر،
في ديسمبر 2011 خرجت القوات الأمريكية من العراق. تفتكر يا صديقي كان سبب الخروج الأمريكي هل لأنهم فعلا بيبحثوا عن السلام، ولا السبب كان إشعال الثورات في مناطق العالم العربي والشرق الأوسط في نفس السنة ولذلك حسوا بخطر وقرروا إنهم ينسحبوا؟ بعد خروج القوات الأمريكية السيستاني قرر إنه ينعزل عن المشهد السياسي، وطبعا السبب إنه فشل بشكل كبير في السياسة، وكمان فشل أكبر في الشؤون الإدارية للدولة، لأنه لا قدر يطرد أمريكا ولا قدر يسيطر على الأحزاب الشيعية ولا قدر يسيطر على الحرب الأهلية برغم شعبيته الضخمة، إلا إن المحصلة في النهاية صفر. وبعد ما قضى فترة في الانعزال الطويل رجع من تاني للمشهد السياسي، وتحديدا بعد ما ظهرت الجماعة الإرهابية الأخطر في القرن 21 وهم داعش. في يناير 2013 لحد شهر أكتوبر 2016 سقطت بعض المحافظات العراقية تحت سيطرة داعش، وطبعا كلنا عارفين اللي كانت بتعمله داعش من مجازر دموية في حق كل من يخالفهم سواء كان سني أو شيعي، وشفنا جرائمهم اللي كانوا بيرتكبوها تحت إمارة الدين، برغم إن الكثير من العلماء والشيوخ أفتوا بإن ما يفعلوه ليس من الدين، ولكن فضلوا مستمرين، ولأن كل عصر ليه خوارجه، فكان علماء الإسلام من كل مكان في العالم اتهموهم بإنهم خارج العصر ده. فوسط جبروت داعش كان أهل العراق بيدور على راجل ليه فتوى تقدر تحرك الشعب العراقي، راجل محبوب من أهل الشيعة وفي نفس الوقت مقبول نوعا ما لأهل السنة. فخرج وقتها للمشهد السياسي تاني وأصدر فتوى بمحاربة داعش، وإن واجب على الشعب العراقي بأنه يتطوع للانخراط في القوات الأمنية مع باقي الجيش عشان يوقف إرهابهم. وفعلا بمجرد ما أصدر الفتوى أقبل عدد كبير من أهل السنة والشيعة على الجيش، والحرب ضد داعش تحت اسم الجهاد الكفائي. وسط الحرب يعتبر كان مين أكتر حد مستفيد عشان يهز صورة السيستاني لباقي الشعب ويضغط عليها أكتر؟ بالظبط يا صديقي، هي إيران اللي استغلت حالة الفوضى دي عشان تبعت ميليشيات من أول وجديد، ودي تعتبر مخالفة صريحة لفتواه وكأن كلامه لا يعني شيء. وقتها السيستاني أدرك جدا إن الحل لازم يكون بالعنف، وقرر تأسيس فرقة العباس القتالية. خليني بقى أحكي لك عن فرقة العباس القتالية. الفرقة دي هي أهم فصيل في وحدات الحشد الشعبي اللي بتتبع السيستاني، وتعتبر جزء رسمي من الهيكلة العسكرية العراقية. الفرقة بدت نشاطها في يونيو 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وعندهم حوالي 7310 جندي في الخدمة الفعلية وما بين 35 و40 ألف جندي احتياطي. والفرقة دي منظمة بشكل عسكري محترف، وفيها هيئة فرقة، ودي فيها فرع استخباراتي بيستخدم طائرات بدون طيار وأجهزة متخصصة زي كاميرات كهروضوئية بعيدة المدى، لواء مدفعية، وده مقسوم لكتيبتين، واحدة للمدفعية العادية والتانية للمدفعية الصاروخية. الكتيبة العادية عندها مدافع من عيار 130 ملم ومدافع هاوتزر من عيار 122 ملم، أما الكتيبة الصاروخية فعندها قاذفات صواريخ من عيار 107 ملم و 240 ملم، وكمان مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع من عيار 155 ملم. كتيبة مغاوير ممكننة، دي بتنقل الجنود بناقلات مدرعة. لواء مشاه ممكنن الكفيل، وده بيستخدم عربيات مدرعة قديمة من أيام صدام حسين. لواءان آليان للمشاه، العلقمي وأم البنين، برضو بيستخدموا آليات مدرعة من أيام صدام حسين. لواء احتياطي، فيه 3000 جندي احتياطي جاهزين للتحرك بسرعة، وهم غير مدرجين ضمن قائمة أعضاء الخدمة الفعلية اللي عددهم 7310 عنصر. فرقة العباس القتالية أثبتت أنها من أكثر القوات التطوعية فعالية في العراق، وده رجع لأنها بتاخد أوامرها من السلطات الوطنية العراقية زي رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة، مش زي كتير من قوات الحشد الشعبي اللي بتتبع قادة ميليشيات مدعومين من إيران زي هادي العمري وأبو مهدي المهندس. الفرقة دايما بتعلن أنها تحت سلطة وزارة الدفاع، وبتاخد أسلحتها الثقيلة من الحكومة وبتسلمها لما تطلب، وملتزمة تحل نفسها لو الحكومة طلبت كده. بسبب اندماجها في خطة المعركة الوطنية ودعمها لقوات التحالف، وفرت فرقة العباس القتالية قدرات عسكرية للعراق في أوقات كانت فصائل وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران مش موجودة أو غير مجدية، لأنها مش قادرة تشتغل بشكل فعال مع التحالف أو القوات الكردية. مثلاً في تكريت مارس 2015 فرقة العباس صمدت في المعركة لما انسحبت قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران بعد ما الحكومة طلبت من التحالف شن ضربات جوية. فبيجي في الربع الأخير من 2015 وأوائل 2016 فرقة العباس بنت علاقات قوية مع القبائل السنية في المنطقة،
وده قلل من قدرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش على تنفيذ عمليات. وفي البشير في أبريل 2016 وطوس خرماتو في يونيو 2016، قوات فرقة العباس كانت موثوقة من القوات الكردية بما يكفي لتهدئة التوترات العرقية والعمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشراكة مع قوات التحالف. في أوائل 2017 نشرت فرقة العباس عناصرها غرب الموصل جنب اللواء المدرع 35 من الجيش العراقي والقوات الجوية للتحالف، وكانت الفصيل الشيعي الوحيد في الحشد الشعبي اللي حارب علناً في الموصل. في الأسابيع والأشهر المقبلة فرقة العباس هتحارب في تل عفر مدعومة بـ 3000 جندي إضافي تم تجنيدهم من احتياط الفرقة. أما عن مساعي وكلاء إيران لقطع التمويل عن فرقة العباس القتالية، شوف يا صديقي، الفرقة دي بتعتمد في موردها على تمويل من وزارة الدفاع العراقية ومؤسسات العتبات ولجنة وحدات الحشد الشعبي التابعة لرئيس الوزراء، وبيتلقى أغلب الجنود اللي عددهم 4203 جندي وبيشكلوا نسبة حوالي 57% من الفرقة مرتباتهم من احتياطات العتبات المالية، واللي بتوصل لـ 2.52 مليون دولار شهرياً لو كل جندي بياخد 600 دولار في الشهر. في نفس الوقت شريحة أصغر إلى عددهم 2107 جندي حوالي 28% بتاخد مرتباتها من لجنة الحشد الشعبي اللي أخدت 1.63 مليار دولار من الميزانية الوطنية لعام 2017. حاول رئيس الوزراء العبادي مرتين إدراك كل أفراد فرقة العباس على جدول رواتب الحشد الشعبي وفشل في مسعاه. وبيقول قائد الفرقة ميثم الزيدي إن لجنة الحشد الشعبي عاوزة تحذف 154 جندي من اللي شاركوا في معركة الموصل من جدول الرواتب. بالمجمل فرقة العباس بتاخد 1.37 مليون دولار شهرياً من لجنة الحشد الشعبي، وده معناه إن الفرقة اللي بتمثل 6% من القوة القتالية للحشد الشعبي بتاخد بس 1% من الرواتب. الإجحاف ده بيرجع لأبو مهدي المهندس الإرهابي اللي صنفته الولايات المتحدة على قائمتها للإرهاب، واللي بيشغل منصب نائب قائد لجنة الحشد الشعبي. والمهندس بيعتبر إن مقاتلي فرقة العباس بيشكلوا تهديد لأنه مش قادر يتحكم فيهم، وبيمول 100% من مخصصات كتائب سيد الشهداء اللي فيها 2723 جندي ومسجلين عند لجنة الحشد الشعبي. الكتائب دي مدعومة من إيران ويتزعمها أبو مصطفى الشيباني اللي هو كمان إرهابي على قائمة الولايات المتحدة. في يوليو 2016 مسؤولين من لواء الإمام علي اتهموا المهندس ولجنة الحشد الشعبي بالسيطرة على رجالهم ومصادرة كل معداتهم العسكرية. ده كان ملخص سريع عن محاولات إيران ووكلائها لقطع التمويل عن فرقة العباس القتالية وإزاي ده بيأثر على الفرقة ودورها في العراق. وعن دعم التحالف لنموذج فرقة العباس القتالية، الحكومة العراقية بدأت تدريجياً بدعم الفرقة، بس لسه الفرقة مش بتحصل على حصة كبيرة من ميزانية مشتريات الحشد الشعبي السنوية اللي وصلت لـ 441 مليون دولار في 2017، وكمان مش بتتلقى تبرعات عينية من إيران. عشان كده الفرقة بتدور على المركبات المهجورة من حرب الخليج 1991 في مقابر الدبابات في التاجي والبصرة وبتعيد تشغيلها. دلوقتي الفرقة بتشغل دبابات رئيسية من طراز T-55 وناقلات جنود مدرعة من طراز MT-LB وM-113 وعربات استطلاع مدرعة من طراز E-9 كاسكافال وناقلة الجند المدرعة بنهارد ومراكب استطلاع قتالية من طراز BRDM2. وكمان الفرقة بتصنع أسلحة دعم ذاتية الحركة من خلال تجميع أجسام الدبابات والمدافع المضادة للطائرات من عيار 57 ملم. ومؤخراً بدأت الفرقة تصنع قاذفات صواريخ متعددة بقطر 240 ملم في ورشها الخاصة. وزارة الدفاع العراقية بدأت تنقل عربات هامر أمريكية الصنع وناقلات جنود مدرعة M113 ومركبات بادجر المدرعة المضادة للألغام لفرقة العباس. الوزارة كمان أضافت 1000 جندي للفرقة، وده بيقدم دعم شهري بحوالي مليون دولار. كمان دائرة مكافحة الإرهاب قامت بتدريب كتيبة المغاوير التابعة للفرقة. التحالف اللي بتقوده الولايات المتحدة مش قادر يتفاعل مباشرة مع فرقة العباس لأنها بتتبع توجيهات السيستاني بتجنب التواصل مع الأجانب. إيران تسريح قوات وحدات الحشد الشعبي مش من ضمن مهام التحالف، وفي جوانب إيجابية كتيرة لمبادرة التعبئة الشعبية. المشكلة في الحشد الشعبي الدور اللي بيلعبوا الإرهابيين المدعومين من إيران ضمن لجنة الحشد الشعبي، وكلما زاد عدد الوحدات والمتطوعين من خارج اللجنة أصبح من السهل على الحكومة تقليص نطاق اللجنة في 2018 وتقليل عدد القوات وتمويل الميزانية الخاضعة لإشراف المهندس.
ودي تعتبر أول نقطة إصلاح حقيقية قدمها السيستاني، لكن الحلو ما يكملش. الأحداث اللي حصلت في العراق ولبنان وتحديداً في أكتوبر 2019 لما اندلعت الثورة الشعبية في البلدين، وصف المرشد الأعلى في إيران خامنئي الاحتجاجات دي بأنها أعمال شغب تديرها أمريكا وإسرائيل وبعض دول المنطقة، ودعا المسؤولين الإيرانيين الحكومة العراقية إنها تتصدى للتظاهرات بالقوة. في العراق السياسيين اتهموا المتظاهرين إنهم عملاء وممولين من السفارات الأجنبية، وعدد من الفضائيات العراقية شنت حملة لتشويه التظاهرات اللي كانت بتندد بالفساد والحكومة العراقية، حكومة عادل عبد المهدي في الوقت ده، واتهمتهم بالتخريب والفتنة والعمالة. لكن تعرف يا صديقي المشكلة كانت في إيه؟ كانت في إنه في الأسبوع الأول من الثورة كان موقفه سلبي وصادم للشعب العراقي، لأن كل اللي عمله في أول خطبة من يوم الجمعة في أكتوبر قال بأنه يأسف على الدم المدنيين والجنود بس كده، لكن بعدها قرر أنه يقف جنب الثورة، بل أغلب الموالين ليه من مجلس الشعب وغيره قدموا استقالتهم بنص من السيستاني. وهنقولك دلوقتي إزاي قدر يدعم الثورة. من ناحية المرجع الأعلى السيستاني، فدعم الثورة والتظاهرات الشعبية اللي اجتاحت بغداد ومحافظات الجنوب الشيعية، وده كان بمثابة صفعة للطبقة الحاكمة والسياسيين في البرلمان، وشاف السيستاني أن الثورة دي هتكون نقطة تحول كبيرة في الوضع العام في العراق. في نوفمبر 2019 كان في خطبة جمعة للسيستاني ألقاه ممثله أحمد الصافي في محافظة كربلاء جنوب العراق، وكان فيه هجوم مباشر على الحكومة العراقية. قال فيه: إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون. وأضاف: لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فلينتبهوا إلى ذلك. أكد السيستاني أن المواطنين خرجوا للتظاهرات لأنهم ملقوش غيرها طريق للخلاص من الفساد، وأشار أن الفساد في البلد بيتفاقم بسبب توافق القوى الحاكمة على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها وبيتغاضوا عن فساد بعضهم البعض. السيستاني فضل الاعتكاف للعلم والبحث، لكن ظروف العراق أرغمته على تدخل سواء في فترة الاحتلال الأمريكي وإصراره على سرعة تسليم الحكم للعراقيين وكتابة الدستور عام 2005 أو فتوى الجهاد الكفائي اللي استغلها البعض وانحرف مسارها من تقوية الجيش العراقي والأجهزة الأمنية لمواجهة داعش إلى صناعة جيش آخر موازي، الحشد الشعبي اللي بداخله عدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران وغير خاضعة للحكومة العراقية في تصرفاتها. لكن دعم السيستاني للثورة الشعبية ومطالب الشعب العراقي في أكتوبر الماضي هو ما بقى في نفوس العراقيين، وخاصة منصرته ليهم ولمطالبهم المشروعة. السيستاني اختار دعم الثورة ولم يختر السياسيين، وده اللي خلى موقفه يفضل محفور في قلوب العراقيين. شايف يا صديقي كل اللي حكيته ليك ده؟ ممكن تشوف ان السيستاني راجل كويس وحكيم، لكنه الحقيقة مش كده. السيستاني في النهاية هو رجل دين شيعي دخل حواليه مجموعة من رجال الدين اللي كانوا تابعين لإيران، بل كمان نجحوا في إشعال فتنة تانية ما بين السنة والشيعة وصلت لحروب أهلية ما زالت مستمرة لحد النهاردة بسبب أن السيستاني خلق مجموعة متشددة من الشيعة، وبسبب الميليشيات اللي قام بيها خلق برضو مجموعة من المتطرفين لكن بالسلاح، واللي منهم استغل الثورة وضرب عدد كبير من المتظاهرين السنة وسالت الدماء كالأنهار في العراق. الجيل الحالي من العراق أكتر جيل ممكن يكون مشوه فكرياً بسبب اللي حصله على مدار ال 25 سنة اللي فاتت، لكن برضو أكتر جيل عرف إن الحقيقة مش مع رجال الدين وفهم كويس بأنه عشان وطنه ينال حريته لازم يتخلص من الأفاعي المتربصة من إيران وأمريكا وأفغانستان وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة، ويعتبر دي أول نقطة الإصلاح وهي البداية عشان العراق ترجع دولة عظيمة من تاني. السيستاني النهاردة يعتبر عنده 94 سنة، آخر زيارة قام بها كانت مع بابا الفاتيكان واللي البعض وصفها بأنهم أهم رجلين دين في العالم، لكن بسبب استقرار الأوضاع نوعا ما لسه السيد علي السيستاني بعيد نوعا ما عن السياسة. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين موضوع إيه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.